السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور أسامة شرف من شركة شرف لمعدات وأدوات النسيج. في الجزء الثاني هنتعرف على النول المربعات المنسوجة. نول المربعات المنسوجة زي ما احنا شايفين كده تيجي عبارة عن إطار خشبي عليه مجموعة من المسامير في كل جنب. طبعا المسامير طويلة لغرض هنعرفه أثناء عملية الشغل. هنلاحظ ان هو في كل جنب مجموعة من المسامير او الدبابيس او البنوز متقسمة الى مجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة ما عدا المجموعة اللي هي فوق خالص، هتلاقي هنا في اربعة على اليمين واثنين على الشمال. في الجنب الايمن هتلاقيهم ثلاثة ما عدا المجموعة السفلية، اتنين بس. في الجانب السفلي هتلاقيها كلها تلاتات ما عدا اللي على اليمين وعلى الشمال، هتلاقي المجموعة دي والمجموعة دي عكس بعض. هنا نفس الحكاية، المجموعة ديت والمجموعة ديت عكس بعض. عندنا هنا في تعليمات بنبدأ النول ده وضع التشغيل بتاعه والوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنا دي البداية، هتلاقي في سهم بيحدد دخول الخيط فين. الفتحة ديت ليها وظيفة ان انا بثبت فيها خيط البداية، او اي تغيير لون هبدأه هثبته هنا علشان الخيط ما يبقاش محر لوحده. ده نقطة البداية. باجي فوق هنا هتلاقي في مجموعة اقواس. القوس ده بيقول لي ان بيلف ما بين اتنين او مسمارين، وهي دي دايما هلاحظ ان انا اثناء عملية التسدية بلف حوالين مسمارين زي ما احنا شايفين كده. ده البداية. الطبقة الأولى أو لما بتحرك بالشكل ده هنشوف إن شاء الله مع بعض. هنيجي نخرج عند النقطة اتنين اللي هي النقطة ديت، وديت الدايرة بتاعت اتنين، وتبين لي اتجاه الخيط هيلف ازاي. لو أنا هقف عند اتنين وهكتفي باللون ده بثبت اللون ده في الفتحة ديت، وببدأ من هنا لون جديد برضو بثبته في الفتحة دي وأبدأ أكمل من نقطة اتنين. عند الحلقة التانية ألف النول في الاتجاه ده وأبدأ أشتغل بنفس الطريقة اللي احنا هنعرفها بالشكل ده لغاية ما اخرج عند النقطة تلاتة او الطبقة التالتة بمعنى صح. الطبقة التالتة بتيجي نلاحظ برضه عاطيلي سهم. لو انا هشتغل بنفس اللون يبقى مباشرة هخش في الاتجاه ده، لو انا هغير اللون بثبت اللي هنا وبخرج من اللون من هنا وبخش في مكان فتحة تلاتة، النول بيرجع تاني نفس الوضعية. بكمل الطبقة التالتة هتلاقي ان هخرج المرة دي مش عند النقطة اتنين هنا، لا هخرج عند نقطة انهي اربعة اللي هي مشاور عليها اربعة اللي هي طبقة ادخال اللحمة اللي هي الطبقة الاخيرة عندنا اللحمة او الويفت، ودي بتخش فين؟ بتخش هنا والسهم باين. طبعا تركيبة الاسهم ديت مهمة لان هي دي اللي بتحدد لي طريقة النسج. لو انا هنهي اللون هقف هنا وهغير اللون، لو انا هكمل هخش هنا على طول، هخرج من هنا كده مباشرة واخش هنا واكمل الطبقة رايح جاي في الاتجاه دوت لغاية ما هخرج بقى مش عند تلاتة، عند مين؟ عند نهاية الخيط بالشكل ده. ده النول، وادي التعليمات اللي عليه، وادي شكل المسامير اللي عندنا. ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية نتكلم على نوعية الخيط قبل ما نسدي. شكرا.